حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السلطة الرابعة، ونستطلع فيه أبرز العناوين الصادرة لهذا اليوم في الصحف المحلية والعربية والعالمية. والبداية من العناوين: المصدر أونلاين الانتقالي يصف قوات الحكومة بالمعادية، والهيئة الشعبية تدعو لمحاكمة مثيري الفتنة. في يمن مونيتور، 33% من اليمنيين يعتبرون إيران مصدر التهديد الأكبر. أما موقع الخليج أونلاين فقد تساءل: لماذا تريد الإمارات التخلص من الرئيس اليمني؟ أهلا بكم. شهدت محافظة شبوة خلال الأيام القليلة الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية وبين النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، حيث حاولت الأخيرة استحداث نقاط عسكرية في مدينة عتق عاصمة المحافظة والسيطرة على المطار ومؤسسات الدولة، مما أسفر عن مواجهات بينها وبين القوات الحكومية. ونقل بيان صادر عن المحافظة، حصل موقع المصدر أونلاين على نسخة منه، نقل عن رئيس الهيئة اللواء أحمد مساعد حسين قوله: لم أسمع في حياتي بأن تخرج الناس لتدعو أبنائها إلى الحرب والاقتتال والدمار إلا في شبوة، مضيفا: نتوعد هؤلاء المحرضين والنافخين في بوق الفتنة والضاربين طبولها بعاقبة المصير التي تنتظرهم. وبحسب الموقع، فقد اتهم برلمانيون وقيادات حزبية وسياسية ومسؤولون بالحكومة ووزراء خلال الأيام القليلة الماضية السلطات الإماراتية بالوقوف خلف تصعيد الميليشيات في سقطرة وشبوة ومحاولة إسقاط ما تبقى من الشرعية المعترف بها في المناطق المحررة وفرض سيطرتها الكاملة على المناطق المحررة عبر النخب والأحزمة الأمنية التي أنشأها كأذرع عسكرية خارج مؤسسات الدولة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال. قال موقع اليمن نت إن مسيرات حاشدة في جزيرة سقطرة شرق اليمن خرجت تندد بأعمال الفوضى وتحويل المحافظة إلى ثكنات عسكرية للميليشيات الإماراتية. وقالت مصادر محلية اليمن لموقع اليمن نت إن العشرات من أبناء مديرية قلنسيا في سقطرة جدد رفضهم للاعتداء الآثم الذي تعرض له وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ المحافظة رمزي محروس الأسبوع الماضي من قبل ميليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وبحسب الموقع، فقد دانت الاحتجاجات السلوك الهمجي، معتبرين ما حدث يعد سلوكا دخيل على المديرية ولا يعبر عن أبناء المديرية المعروف عنهم الكرم والوفاء والوقوف مع السلطات المحلية كونها تمثل رأس البلد. وذكر الموقع أن محافظ سقطرة رمزي محروس توعد بردع الميليشيات الخارجة عن الدولة وحكومتها الشرعية جراء أعمال الفوضى التي تقوم بها في المحافظة بإعاز من جهات خارجية. قالت دراسة حديثة إن اليمنيين يعتبرون إيران الخطر والتهديد الأول الذي تواجهه بلادهم، ثم يأتي الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. وقال موقع يمن مونيتور إن الدراسة تتبع شبكة البارومتر العربية البحثية المستقلة، أكبر وأوسع وأعمق استطلاع للآراء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصالح تلفزيون بي بي سي، واعتبر أن 33% من اليمنيين الجمهورية الإيرانية مصدر التهديد الأكبر، فيما اعتبر 23% إسرائيل كذلك، و15% اعتبروا الولايات المتحدة مصدر التهديد الأكبر، و14% المملكة العربية السعودية. كشفت وزارة الصحة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي عن تزايد حالات الاشتباه والإصابة بمرض الكوليرا في عدة محافظات يمنية. وبحسب موقع المشاهد نت، فقد قال ناطق الوزارة يوسف الحاضري إن عدد حالات الاشتباه والإصابة بمرض الكوليرا منذ يناير وحتى 21 يونيو الجاري بلغ 418,800 حالة واحدة، توفي منها 686 حالة بأمانة العاصمة، تليها محافظات صنعاء والحديدة وإب. وذكر الموقع أيضا أنه خلال هذا العام افتتحت
عدة مراكز خاصة لعلاج الكوليرا في مستشفيات أهلية بالعاصمة صنعاء بدعم من منظمات دولية معنية بالصحة بعد أن اجتاحت الموجة الحارة أو الحالية عفواً للوباء، وهي الثالثة عدة مناطق يمنية، حيث لم تفلح الجهود المحلية والدولية في التخلص من الوباء بعد موجتي العام 2016 و2017. قال موقع الخليج أونلاين أن جنوب اليمن يشهد حالة من التوتر غير المسبوق بين حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي والمدعوم من السعودية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وكشف مهران القباطي قائد اللواء الرابع في الحماية الرئاسية اليمنية عن وجود انقلاب وشيك ستنفذه قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات في مدينة عدن ضد الرئيس اليمني. وذكر الموقع أن النزاع بدأ بين الرئيس هادي والإمارات بعد منع الأخيرة طائرة الرئيس اليمني من الهبوط في مطار عدن الدولي مطلع العام 2017، كما رفضت تنفيذ قرار أو قرارات رئاسية له في تغيير مدير مطار عدن الدولي ومناصب حكومية أخرى في العاصمة المؤقتة. هذا وتواجه تلك التحركات الإماراتية مقاومة من الرئيس اليمني الذي سبق أن هدد بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في التحالف العربي نتيجة لسياساتها العدائية الهادفة إلى تقويض الشرعية وتهديد وحدة البلاد ودعم القوى الانفصالية في السيطرة على مؤسسات الدولة. حيث يقول المحلل السياسي محمود الطاهر لموقع الخليج أونلاين إن هناك مؤشرات من خلال الاجتماعات الدورية التي ترعاها الإمارات العربية المتحدة لإعلان انفصال وشيك في اليمن يخدم مصالحها فقط وينهي السيطرة هادي على المناطق الجنوبية، وربما يشتد الصراع في اليمن إذا لم تستطيع المملكة العربية السعودية تأجيل هذا الصراع إلى ما بعد التسوية السياسية أو الانتهاء من الحرب، وبذلك قد يتفكك التحالف حسب قوله. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن اللجنة الرباعية المشتركة حول اليمن دعت إلى وقف هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بشكل فوري. وبحسب الصحيفة فقد عبرت اللجنة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا في بيان مشترك عن القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها. وطالب البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأمريكية إيران بالتوقف عن أي خطوات أخرى تهدد الاستقرار الإقليمي، خاصة في التوصل إلى حلول دبلوماسية تخفض من حدة هذا التوتر. وشدد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي لرئيس مجلس الأمن للشهر الحالي على أن السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن سيتخذان إجراءات طارئة وآنية لردع هذه الهجمات الإرهابية غير القابلة للتسامح معها ولضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدا أن الناشطين والإرهابيين المسؤولين عن التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه سيحاسبون وفقا للقانون الإنسان الدولي وأنظمته المرعية. كشف الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية بأدلة كيف استغلت الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا اتفاق السويد لتفخيخ مدينة الحديدة غرب اليمن بشبكات أنفاق طويلة ومتعددة في خطوة تؤكد عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق منذ اليوم الأول لتوقيعه. هذا وقالت صحيفة الخليج إن المشاهد والصور الجوية التي وزعها الإعلام العسكري أظهرت العمل المتواصل الذي تبذله الميليشيا الحوثية لحفر خنادق وأنفاق متعددة وتلغيمها وهي بطول مئات الأمتار في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية. ولم تكتفي الميليشيات بتفخيخ الطرقات العامة، بل أقدمت على حفر أنفاق تحت المنازل والمباني السكنية وتقطيع الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرتها بمدينة الحديدة بأنفاق
ملغمة تهدد حياة أبناء المدينة. يشار إلى أن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار طالب مرارا ممثلي الميليشيات الحوثية في اللجنة تسليم خرائط الأنفاق وحقول الألغام داخل مدينة الحديدة في كامل مناطق الساحل الغربي، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض من الميليشيات، وكانت فرق الهندسة التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة اكتشفت وفككت أنفاقا ملغمة في الأحياء السكنية والمناطق المحررة على طول امتداد الساحل الغربي، كان آخرها نفق بطول 20 مترا وهو مملوء بالبراميل المتفجرة تحت الخط العام قرب الدوار الكبير البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة. ومن صحيفة الخليج نصل إلى ختام جولتنا في السلطة الرابعة، وختاما مع الكاريكاتير. Thank you.